الحمد لله على نعمة الصحة والعافية، ونشكر رب العالمين وجود المستشفيات والتأمين. واليوم يوم عيد الأضحى، أول يوم موجودين في مستشفى برجيل مع الولد همدان، الله يشافيه ويعافيه. رايحين عنده الحين، جاي من الصلاة. حمدان الله يشفي إن شاء الله، والله يعطيكم الصحة والعافية، والحمد لله على جميع النعم، على نعمة الصحة ونعمة الأمن والأمان ونعمة العافية والرزق، كل من رب العالمين الحمد لله. إن شاء الله اليوم في المستشفى، بعد ما نخلص إن شاء الله اليوم إذا سوولنا ديسشارج طلعونا من المستشفى إن شاء الله بإذن الله، نروح البيت ونضحي اليوم ولا بكرة بإذن الله.